هل يجب على كل مسلم متعلم أن يدعو إلى التوحيد في بلاد الشرك؟ وهل عليه إثم؟ هل إيش؟ هل يجب على كل مسلم متعلم أن يدعو إلى التوحيد في بلاد الشرك؟ نعم، إذا قدر على هذا يجب عليه، إذا قدر على هذا. أما إذا لم يقدر ومنع من هذا فلا يبقى في بلاد الشرك، يهاجر إلى بلاد التوحيد، ما يعيش مع هؤلاء الذين لا يقبلون دعوة التوحيد. نعم.